إصلاحات وتشريعات عدة عملت عليها المملكة لرفع جاذبية سوق العمل، وأشرف على تنفيذها برنامج التحول الوطني ضمن توجهها لبناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل. وعملت وزارة الموارد البشرية على برامج عدة، من بينها تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وإطلاق خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية، والبرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل. برامج تستهدف تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية. مبادرات تسهم في تحسين ظروف العمل ورفع مستوى الإنتاجية وزيادة كفاءة سوق العمالة الوافدة، إضافة إلى تقليص التباين بين مزايا العاملين السعوديين والوافدين، مما سينعكس على تحسين نسبة التوطين وتحسين ترتيب المملكة على الصعيد الدولي في المؤشرات. وفي الوقت الذي تستهدف فيه المملكة توفير البيئة الملائمة للعاملين، وتنتهج خططا واستراتيجيات لخفض نسبة البطالة بين المواطنين، معتمدة بشكل رئيس على القطاع الخاص من خلال التوطين.